التاريخي الذي اتخذته بمناسبة إعداد مشروع والتوصية المذكرة التي رفعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. هي المرأة الوحيدة التي قالت لا لهذه المذكرة التي استوحت عددا من التعديلات المستوردة والتي لا تتفاعل أساسا مع الإشكالات الواقعية حتى القانونية للمرأة المغربية والأسرة المغربية. وما ذلك بعيد عنها. لذلك نشكر سيدي أحمد كافي اللي هو واحد الصوت رجال مختلف المدن المغربية دفاعا عن المرجعية الإسلامية، دفاعا على أنه هذه التعديلات لدونت الأسرة الأسرة عفوا أن تعتمد بالأساس. وإن تناول اليوم موضوع التعصيب اللي هو جزء من الإرث، فإنه في كثير من محاضراته والمقالات دياله من الكتب دياله المتعددة في الموضوع والتي دافع عن المرجعية. ثانيا نبغي نقول على أنه دابا الآن بعد 20 سنة من تطبيق مدونة الأسرة، ما هو الإشكال الأساسي؟ احنا كفاعلين في الميدان واللي كنشتغلوا في داخل المحاكم كمحامي، الإشكال ماشي هو النقاط التفصيلية ذات الطبيعة المرتبطة بحقوق الزوج أو الزوجة. راه للأسف الشديد خصنا نحافظوا على هذه المؤسسة، لأن الأرقام اللي تكلمت عليها الأستاذة عزة البقالي، الارتفاع ديال النسب ديال كل المؤشرات اللي كاينه لا في الاش سي بي من المندوبيه الساميه للتخطيط، ولا التقارير اللي كتعدهم وزاره العدل، ولا التقارير اللي كتعدهم رئاسه النيابه العامه واللي هي منشور، كتعطينا عدد من المؤشرات المقلقه جدا، اولها ارتفاع ديال سن الزواج، انخفاض الخصوبه، وارتفاع الطلاق. اي ان الاسره المغربيه الان في لحظه تفكك، وملي كنقولوا التفكك ديال الاسره كنقولوا التفكك ديال المجتمع، وملي كنقولوا التفكك ديال المجتمع كنقولوا التفكك ديال منظومه القيم التي تحمي هذا المجتمع. هذا هو الاشكال. اما باقي التفاصيل الاخرى المرتبطه بالحضانه، بالنسب، بالتعصيب، بالحقوق الماليه للاطفال، للزوجه، للزوج، هي الى انهارت هذه المنظومه كلها راه مابقى معنا اننا نتكلموا على حقوق الاطراف وخاصه الابناء. ابناء انما يجب ان يتغير. هنا احيي عاليا حزب العداله والتنميه والمذكره التي رفعها الى اللجنه الملكيه والتي كانت الجوهر ديالها في المقترحات اللي كان عشره انا كنت عضو هذه اللجنه اللي كانت شدينا المقترحات المرتبطه بحمايه الاسره وحمايه تماسكها. لذلك نشكر الاخوات في منتدى الزهراء العمل الكبير وكبير جدا. من اجود المذكرات التي قدمت هي المذكره ديال منتدى الزهراء واللي اشتغلوا لشهور قبل بدايه هذا الاشتغال اللجنه. فهذا هو الجوهر، هذا هو الجوهر، وهذا هو الخلاصه. نحن ننتظر الان الاعلان على المسوده ديال النص، ونتمنى ان يتجه في هذا الاتجاه، لانه حنا في واحد المرحله مفصليه. والشكر مجددا للاخوه في الكتابه الاقليميه وللحضور الكريم وخاصه النساء منهن الشابات، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في مسارهم.